مع راديو وتلفزيون الحياة نقدم لكم أهم أعمال الإذاعة المصرية والتلفزيون زمان. ويكار في الشحات. لله يا سياد، لله يا سياد، لله يا سياد، لله يا سياد. بطولة محمود مرسي، حلاوة، يوسف شعبان، جدعنة، أشرف عبد الغفور، عظمة على عظمة، ألحان بليغ حمدي، كلمات محمد حمزة، تأليف فتحي رضوان المنجي، إخراج محمود شركس. جيت لك مراجعة تاني. تتجننتي يا أشجان، تمشي من غير ما تديني خبر وتفضلي بالشهور ولا كأننا نهمك ولا كأننا لنا أي اعتبار عندك؟ إيه اللي حصل؟ ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ بعتينا ليه؟ انا عمري ما شفتك زلم بالشكل ده. ايه اللي حصل؟ ولسه بتقول ايه اللي حصل يا اشجان؟ مش دي هي النتيجة اللي انا كنت منتظرها منك ابدا. يا خسارة، يا خسارة الايام اللي راح. انت عاوزني انسى عادل يا سيمين؟ ده عادل دنيتي، مستقبلي، املي. ان ما لقيتوش هفضل ضايعة مش عايشة، ماليش مستقبل، ماليش امل. عايزني اعمل ايه تاني الا اني ادور عليه؟ ده انت اللي فهمتني اني جبانة، اني سلبية، اني بهرب من الحقيقة وعيش في الخيال. انت اللي شجعتني ان احبه، وانت اللي شجعتني ان ادور عليه. تيجي دلوقتي تقولي انك زعلان مني عشان بدور على عادل؟ انت ناسي يا سيمان؟ انا ما قلتش حاجة، بس حياتك فيها ناس كتير غير عادل. انا ماليش غيره كده يا اشجان. الله يسامحك، ما اقصدش اجرحك ولا ضايقك، انما انت شيء تاني. انت ملاك طاهر مش زي بقية الناس اللي زينا. انا مش بتكلم على نفسي، انا اللي يهمني ابنك نبيل اللي انت سايباه لوحده وعمال يسال عليك ليل ونهار. محتاج انك تراعيه، تقعدي جنبه يا بنتي، عايز يشوفك، يسمع صوتك. ده فاهم كل حاجه ومن حقه يعرف انت رحت فين. اقول له ايه؟ اقول له انك نسيتيه؟ انت هتقعي في الغلطه اللي وقع فيها ناس كتير قبلك. حقك عليا يا سيمين، مش بايدي، مش قادره استحمل بعده عني. ده انت وهو كنت الساتر اللي بيحميني، الصدر الحنين اللي بيحوط عليا ويرعاني. كل ما بفكر اني مش هشوف عادل بيه تاني، احس ان حياتي ملهاش تمن، الدنيا بتتقفل في وشي. اعذرني يا عبد المنهد بيه، مش قادره استحمل فراقه. ده وحشني قوي، نفسي اشوفه يا اخواتي، نفسي اشوفه. طب بس ما تزعليش مني، ما تزعليش مني يا اشجان. انا ما كانش قصدي اضايقك والله. العينين دي مش مخلوقه للدموع. خدي 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 منديل اهو، نشف دموعك. اضحكي اضحكي يا اشجان، ابتسمي للدنيا. انا كل املي اني اسعدك، ولو كانت سعادتك حتى انك تلاقي عادل. شوطه بقى، شوط فين؟ في لوح الازاز ده ولا في ده؟ اقف جون يا ده بعجر، اقف جون. انا ما احبش اقف جون، انا عايز اشوطه بس. انا اللي هقف لكم جون. هات الكوره. هتعمل بيها ايه؟ هعلمكم تشوطوا ازاي. طب اتفضل يا خالد. مني تحط الكوره كده اهو وتشوط كده اهو. جون جون. يا خيشه وين وين وين؟ وين كمان خيشه وين وين وين؟ شوط يا خيشه. انت ايه اللي بتقوله ده؟ ايه يا ست كل، ايه اللي حصل؟ انا قلت لك 100 مره ما تقولش يا خيش، اسمه نبيل. اه نسيت، والنبي نسيت، حاك عليا. قلت لك اسمه نبيل، مفهوم؟ مفهوم. وياك حد فيكم يجيب الاسم التاني ده على لسان. حاضر. تعالى يا نبيل معايا، تعالى يا حبيبي. سيبني العب معايا يا خالتي. معلش يا امل يا حبيبتي، ميعاد رجوع المدرسه بتاعه قرب، الاجازه الجايه يبقى يجي يلعب معاكي زي ما انت عايز. الف الف مبروك يا معلم. اتبركي لي على ايه يا نعمه؟ يعني هيطلعوني افراج؟ ده انا من يوم ما دخلت المخروب ده ما ضحكتش. زي الافراج يا اخويا بالظبط. بيطلع ايه بقى اللي زي الافراج ده كمان؟ امل يا اخويا، امل بنتك يا معلم. مالها؟ نجحت في الاعداديه. الف مبروك يا نعمه، الله يفرحك يا شيخه، ده احسن خبر سمعته في حياتي. بنتي امل خدت الاعداديه، الحمد لله، اشكرك يا رب. لا وايه؟ ايه خبر حلو تاني؟ امال يا معلم، هو انا ورايا غير الاخبار الحلوه يا اخويا. فرحتيني يا نعمه، قولي قولي يا اختي. امل كبرت قوي وبقت عروسه، ونفسها تشوفك يا بقوره. اه انا كمان يا نعمه عايز اشوفها، انما هنا مش ممكن ابدا، مش ممكن. انا اجيب بنتي عشان تشوفني جوه السجن؟ مستحيل ده يحصل، مستحيل. دي بتعيط يا بقوره، بتعيط يا دنايا، دمعتها يا كبدي نازله زي الحنفيه، بتعيط ليل ونهار وبتقول لي امتى ابويا هيرجع يا ماما؟ نفسي اشوفه، عاوزاه يبقى جنبي زي كل البنات. خديني اشوف ابويا يا ماما، خديني لابويا. معلش
سامحيني يا بنتي، انا غلطت وخدت جزائي وراضي، انما انت يا بنتي، انت يا امل، ذنبك ايه بس عشان تتعذبي عشاني؟ ذنبك ايه؟ يا رب يا رب افرجها يا رب. مين؟ توحى. ايوه يا معلم تهت. معلم؟ ايوه معلم، معلم ونص كمان، مش كتير عليه. ايه اللي جابك يا توحى؟ انا كان متهيألي انك هتقولي وتسألني كنت فين طول المدة دي. اه؟ مش تقولي ايه اللي جابك، ايه؟ ما كنتش عاوز ناجي ازورك ولا ايه يا معلم؟ مش 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 قصدي توحى، بس انا مش عاوز اتعبك. ما انا تعبانه من يوم ما قبضوا عليك ودخلوك السجن. ليه يا توحى؟ ده انا اللي سجنت مش انت. هتفضل ابطش واعمل امتى؟ يا راجل فوق وفتح، عاوزني اكلمك بالمفتشر ولا ايه؟ تكونيش بتحبيني يا بنت. امال انا جايه لك اعمل ايه؟ اشحت منك؟ ما معكش حاجه. ما تفتحي لونك معايا يا بنت. طب ما قلتليش الكلام ده ليه من زمان؟ ده انا كنت دايخ وراكي وعمرك عمرك ما اديتيني ريق حلو. كنت بحسبك ابن بلد تفهمها وهي طايره، انما انت ولا هنا كنت بتبص على اللي في ايد غيرك. طب وطي حسك توحى، ما تبوظيش الطبخه. هو انت بتطبخ هنا في السجن؟ يوه، دول قالوا لي انكم بتاكلوا عيش وحلاوه. ده انا هخليكي تاكلي ملبن. لا يا اخويا، انا ما احبش الملبن ولا الرجاله الملبن. بلاش الملبن، هتفطري وتتغدي وتتعشي التفاح. واللحمه راحت فين يا اخويا؟ هتقطعها؟ ابدا، هعمل زريبه تختصف فيها وتقبي ان شاء الله تطلع منها بالطور. يا كلاوي يا كلاوي تهته. تكونش هتقتل لك قتيل. قلتلك وطي صوتك، ده قاعد على كنز. والمرحوم ده يطلع مين؟ لا الا كده يا توحى، انت عليك تصرف الفلوس وبس. بسيطة، ما بقاش انا توحى اللي ما فرقعتهم لك في يومين. يعني لو كنت قلتلك الكلام ده من زمان، كان زماننا مخلفين كبش تيال وطبعا ما كنتش دخلت السجن. تعالوا نشوف ويمكن نلقاه في البلد دي. اقعد انت هنا استريحي. وانتوا هتعملوا ايه؟ هنعمل تحريات ونشحت بلح امهات ونحل بجر. بارك لي بارك لي يا عمي. الف مبروك يا نبيل، الف مبروك يا ابني. بس على ايه؟ نجحت في الثانويه العامه. مش معقول، الف مبروك يا نبيل. تعال يا ابني بالحضن. ايه ده يا ولد؟ ده انت بقيت طولي. واللي يشوفني يقول عليا جدك. وهفرحك بحاجه تانية. ايه هي؟ جبت مجموع 95%. يا ابني ليه 95%؟ لا لا بقى، انت تستاهل تستاهل دي. ايه دي؟ ساعتي. انا اسف يا نبيل، ما عنديش حاجه جاهزه غيرها. ايوه بس دي غالي قوي يا عمي. ما تغلاش عليك انت يا نبيل، هات ايدك، هات ايدك البسها لك. انا مش عارف اقول لك ايه يا عمي، انت بتعاملني كاني ابنك. يا ريت والله كنت ابني يا نبيل. ماما هترجع امتى؟ ماما مش عارف يا نبيل. على كل حال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. بس يرضيك كده يا عمي، كل مره تسيبني من غير ما تقولي هي رايحه فين؟ ابني الغايب حجته معاه. انت شايف كده يا عمي؟ ايوه يا نبيل، لما ترجع هتقول لنا كل حاجه، لازم نسمع دفاعها قبل ما نحكم عليها. اللي تشوفه يا عمي، بس انا قلقان على حضرتك شويه. كده ليه يا نبيل؟ انا شايف مزاجك مش رايق وصحتك مش عجباني. يا ابني بركه فيك، لما تخش بقى كليه الطب تبقى تعالجني. يا ريت يقبلوني في كليه الطب. ولما يقبلوه شاب ممتاز زيك مجموعه 95%، هيقبلوا مين؟ فرحتني يا عم. وهفرحك اكتر، هعمل لك حفله هايله بمناسبه نجاحك، ما تنساش تدعي كل اصحابك. متشكر قوي يا عمي، متشكر. امتى الحفله؟ اقول لك يا سيدي، يوم الخميس الجاي من المغرب للصبح. طيب انا رايح اعزم اصحابي. مع السلامه. مع السلامه يا نبيل. نبيل هو أول واحد أغير له ظروفه، والحمد لله أهو
نجح. يا ترى هقدر اغير ظروفك انت كمان يا اشجام؟ مبروك يا نبيل، ده اسعد خبر سمعته في حياتي. تعال في حضني يا ابني حبيبي، تعال. ايه الحكايه حبيبي؟ احنا جايين نعيط ولا مفرفش ونغني؟ غنينا يا ست الكل. اشجام اشجام غني غني يا اشجام، دي حفله نجاح نبيل. حاضر يا عبد المنعم، هو في حد عندي اعز من نبيل؟ هغني لك يا حبيبي، هغني لك لحد الصبح وانا وبعجر هنرقص. لا لا يا نبيل، الجوازه دي لا يمكن تتم. ليه يا عمي ليه؟ كده 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 وبس. والكلام اللي قلته لي دلوقتي، انت نسيت النصيحه اللي لسه قايل لي عليها؟ اه وكده كده وبس، قلت لك وكده وبس. ايه الحكايه؟ ده مستقبل، دي حياه اتنين بني ادمين، عاوز تحطمها بكلمه واحده؟ واسالك تقول لي اهو كده وبس؟ اسمع نبيل اسمع بس. سمعت منك كلام ما بتنفذوش، مش عاوز اسمع منك كلام تاني. طول عمري ببصلك على انك ملاك منزل من السماء مش انسان، ببصلك على انك بالحب والانسانيه انقذتني انا وامي من الطين اللي كنا عايشين فيه، ودلوقتي انت بنفسك هدمت كل اللي بنيته. لا انت مش هدمته بس، ده انت قتلتني قتلتني انا وامل. اقول لك ايه اقول لك ايه، مسيرك تفهم كل حاجه. اللي انا فاهمه ان قرارك مبني على الحقد مش الحب. طيب طيب يا ابني، افتكر الايام اللي فاتت، شوف انا عملت معاك ايه، يمكن تعذرني. ايوه عملت معايا حاجات كتير، انت شلتني من البقرة اللي كنت عايش فيها، علمتني ربيتني، الهدوم اللي عليا دي انت اللي اشتريتها، انما انت ما اشتريتش حريتي، حياتي هتفضل ملكي، ربنا خلقني حر وهفضل طول عمري حر. كلامك ده كله يا نبيل هو كلامي انا، انا اللي علمتك تقوله وتقوله ازاي. لما انت بتتكلم نفس الكلام تقدر تقولي معترض على جوازي من امل بالذات ليه؟ الا السؤال ده يبني. الا السؤال ده مش انا اللي جاوبك عليه، انا اللي هجاوب. انت معترض على جوازي منها علشان ابوها مسجون، هتاخدها بالذنب اللي ارتكب ابوها؟ هتكرر نفس الحكايه اللي حصلت مع امي وكانت هتحصل معايا؟ ابدا لا. انا ماشي ماشي. تعال يا نبيل. نبيل رايح فين يا ابني؟ انا انسان حر ومن حق اروح المكان اللي ريحني، انما هنا مش هتشوف وش تاني. يا نبيل نبيل ارجع يا ابني. كده يا نبيل يا ابني تعض الايد اللي احسنت اليك. مالك يا سيدي مالك مالك يا عبد المنعم؟ استغفر الله العظيم كل ذنب. الله انا رايح اندهلك الست اشجان حالا. مال المعلم هورن عمال بيتخن كده؟ شوف كيسه بقى قد ايه، بتطلع له طبقه لحم جديده كل يوم، ده وزنه ما يقلش عن 10 طن. يا ابني ده شحم مش لحم، هو بيبطل هبر كل يوم في ختنة يا في مولد، وعمال يغطس في اناجل. شايفه بيشحت ازاي وهو قاعد مدد ايده؟ عامل زي تمثال الكاتب المصري. ها؟ والتمثال ده مين اللي قالك عليه؟ ما شوية افندية سمعتهم كانوا بيقولوا عليه الكلام ده. وياما هنشوف ونسمع منك يا بعجر افندي. ايه رأيك هذا عمتر؟ ايه يا بعجر؟ هات ودنك هقول لك كلمة سر. ادي ودني، عايز ايه؟ تيجي نعمل ضده انقلاب وناخد منه المعلمة. انا اذنك رايح مشوار صغير. على فين؟ هروح ابلغ المعلم اخليه يفسحك في عرفة الامام. ابوس رجلك، ده انا عيل وبهزر معاك، حقك عليا. طيب روح براء. الله عنتر ده نبيل جاي علينا اهو. اهلا 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 يا دكتور. فين ماما يا عنتر؟ مالك زعلان كده؟ مش عادتك حاجة بسيطة؟ هي ماما هي قاعدة جنب المعلم. يلا بينا نروح معاها بعض. فينا نبيل. ايوه ايه اللي جابك هنا؟ احنا مش اتفقنا انك ما تسيبش عمك عبد المنعم؟ انا ما احبش انك تجيبي سيره الراجل ده على لساني. ليه يا نبيل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل. هتخبي عني يا نبيل؟ طيب طيب طيب، تعالى معايا نروح له سوا نشوفه مزعلك ليه. قلت لك مش عايز اسمع سيرته، ومن هنا ورايح لا يمكن اعدي من ناحيته ابدا، وانت كمان. انا بقول لك اهو مش عايز اشوفك هناك بعد كده. ايه يا واد انت اتجننت؟ استنى هنا، رايح فين؟ شايف واد العربيه قد ايه؟ تطلع قد المحمل. مساء الخير يا اخوان. يا مرحبا سعادة بيه، يزيدك من نعيم ربنا. حصل لله يا بيه، ربنا ما يغلب لك ولا يا بيه. فين الست اشجان؟ يا ست الكل يا ست الكل. عايزاه يا عنتر؟ تعالى كلم البيه السواق بيسال عليك. دقيقة واحدة، شوف نبيل زعلان ليه وجاي لك حالا. نبيل مشي، انت هتبني وراه ولا ايه؟ تعالي يا اشجان. مين؟
اهلا بالست الاصيله فعلة الخير والصواب. حسنا لله يا ست اصيله، ربنا يطول لنا في عمرك. حسنا كتيره تمنع بلاوي كتيره. خد يا عنتر، وانت كمان يا بعض. الحمد لله على سلامتك يا فعلة الخير. الله يسلمك يا بنتي، اديكي شايفاني كبرت وعجزت ومش قادره انزل من العربيه. ربنا يطول لنا في عمرك ويديك الصحه يا رب. ما بقاش الا حسن الختام يا بنتي. والنبي يا ست، ده انت منوره مدان السيده زينب. ربنا يبارك فيك يا بنتي. وازاي نبيل؟ بخير الحمد لله. وانت يا بنتي اخبارك ايه؟ عايشه كويس؟ هديكي شايفه يا ست. ربنا يبارك فيك يا بنتي ويتوب عليكي من مهنه الشحاته. انا خلاص يا ست هانم، ما عادش في امل، لكن الدور الباقي على اولادنا، ربنا ياخد بيدهم ويرحمهم من الطريق ده. يا رب يا بنتي. خدي يا اشكال. ايه دول يا ست هانم؟ والنبي ما تحرجيني يا بنتي. لا يا ست هانم، ده حضرتك لسه قايله ان ربنا يتوب عليا من الشحاته ومدت الايد. اعتبريني والدتك يا بنتي، والام ما بتحسنش على بنتها من ايد ما نعدمها ابدا. اشوف وشك بخير يا بنتي. مع السلامه يا ست يا اصيله. مع السلامه يا فعله الخير والثواب. راديو وتلفزيون الحياه. راديو وتلفزيون الحياه. انت ابن مين؟ شوف لك اب يتبناك، ولما تعطر عليه برضه ما تخلينيش اشوف وشك يا باجر. نعم يا عنتر. هو المعلم قرر نازل تجميد في فلوس اللي من دول ليه؟ هو حاتق ده، حتى نبيل لما يجي يزوره بيطلب منه حسنه لله. والفلوس دي كلها بيوديها فين؟ اللي ما بياكل ولا بيشرب ولا بيلبس قاعد على كنز. تيجي نفحت تحت الطوبه اللي بيقعد عليها، بتوع الاثار مش هيوافقوا. ما احنا هنقول لهم بندور على كنز نابليون باشا. عنتر شايف مين اللي قال علينا ده؟ ده الخواجه تهتي. تيجي نعكر مزاجه ونسموه. نعكر مزاجه معقول؟ انما سمو لا يا عم. انا جاي. طب بس خش عليه، خش عليه. الحمد لله على السلامه يا معلم. تختخ مالك يا دي، اتخنفت ولا ايه؟ لا لا، اصله لسه طالع من تأبيد. وناوي على اعدام. فلا الله ولا ولا فالك. انا جاي لحد عندكم اعاتبك واسلم عليكم. تعاتبنا على ايه واحنا بينا وبينك معامله؟ هو ده برضو كلام الرجاله؟ انا لسه طالع افراج النهارده، رواقوا كده، خلوا قلوبكم بيضا. ده انتوا ولاد بلد، تعرفوا الاصول. طيب حقك علينا. الحمد لله على السلامه يا تيه. كده بقى المرجاله في المعلم قرني. مش تقولوا لي ان معلم قاعد هنا رجاله؟ مال معلم؟ مال هيروح فين؟ هو قادر يمشي؟ لما اروح هسلم عليه. النبي وحشنا يا معلم. الله معلم، انا تهت يا معلم، ما بتردش عليا ليه؟ الله لسه شايل مني؟ ده برضه صبيك وخدامك. اسمع يا جدع، انت طلعت من السجن عشان تقرفني ولا ايه؟ فتح لونك يا معلم كده وروق. مال مسامح كريم عيل وغلط، وانت المعلمه كلها تسامحه ولا لا؟ وبعدين معاك يا تهته، السجن ربنا يا معلم، ربنا ما يحكمش عليك بيه. اعوذ بالله من ملفظك. والنبي ايدك ابوسها يا معلم، ايدك ابوسها. انا عاوزك ترضى عني. ايه حليبه لبن قلت ايه؟ مسامح كريم بقى معلم. من ناحيتي انا مفيش حاجه بيني وبينك، انما انت بقى جيت لحد عندك عشان اصالحك يا معلمه، وليك على ياخدك من ايدك كل يوم على صوان ولا زيت ان شاء الله حتى نروح فرح. اخد بالي منك يا معلم، وهو انا كمان ابر نفسي وعلى الاقل عوض ايام السجن. ده انا بطني زرعت شجر فول وطعميه يا جدع. يا فين العزايم اللي بتقول عليها دي الحكايه بقت مقشفه قوي. احنا فيها معلم، مش مولد هيبتدي من النهارده؟ ايوه. انا بقى المسؤول عن فطارك وغداك وعشاك. هاخدك من ايدك لاكبر صوان واغرقك في اجدع انجر. ومش هيخش جوفك الا اللحمه بس. يا واد انت كلامك كتير، تكونش عاوز تاكل بعقل حلاوه؟ هات 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 ايدك يا معلم، هات بس. خد تعال بعجر، تعال عنتر، شيله معايا المعلم. على فين؟ على اكبر صوان في المولد. ايه
بكره حاسب يا رد حاسب من ده بكره بيه قرشي من ده بكره بيه قرشي اخلص اخلص يا واد يا قليل الادب يعني الدنيا ما رختش ذهب على دماغي يا تيه تقول صنعة تحتوح البلح رطبت ومسيرها تقع من فوق النخلة هنا اللي حستلقاها ولا حد تاني طبعا انت قدوح وحد استلقاني وانا خارج من السجن اللي انت امال مين بس قدوح يوم ما قابلتك على باب القسم كلمتيني عن الذهب والنهارده بتكلمني عن البلح الرطب ويا خوفي لن طول ده ولا ده بقولك ايه أيوه. ايه رايك في المعلم تيتي انا يعني بت اسد والله يا اسد وفي مخ المعلم تهته وترتيباته ما تنزلش الارض يا معلم هتبطل الشحاتة يا توح من بوقك لباب السام وقبل الليلة الكبيرة هيكون عندك سورتين وخلخلين ذهب انا خايفة يا تهتي من ايه بس يا بت لنطلع من مولد بلا حمص اهلا 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 بالدكتور نبيل اهلا وسهلا اوعى من سكتش اوعى من قدامي ما هو انا منعتك يا دكتور نبيل الله مالك زعلان كده وبتزعق ليه فين ماما بقول لك فين ماما موجوده جوه مع الاستاذ عبد المنعم في اوضته مالك يا نبيل بتزعق ليه وطي صوتك انا مش قلت لك ما تكلميش الراجل ده ولا تجيش هنا ايه اللي جابك فهميني وطي صوتك عيب يا واد عيب بتقولي لي انا عيب وما بتقوليش الكلمه دي لنفسك ليه وانت قاعده معاه ايه انت فاكراني ايه لسه عيل صغير ايه الكلام اللي بتقوله ده انت اتجننت يا واد كفايه كفايه بقى كلام الناس كتر ما بقتش عارف اودي وشي منهم فين ليه احنا بنعمل ايه بنسرق ولا بنغلط ايوه بتغلطوا يبقى لك ايه عبد المنعم ده عشان تهتمي بيه ها عايز اعرف اخرس اوعى تجيب سيره الاستاذ عبد المنعم على لسانك ده احسن انسان واشرف انسان وابن ناس وانا ابن مين عايز اعرف ابويا مين المعلم ابورا بيسالني ابويا يبقى مين المعلم ابورا هو اللي بيسالك ايوه بيقول ان مش ممكن يجوز بنت الواحد يا كلب سيبيه سيبيه يا شيخ اوعي تمد ايدك عليه بالمنعم بيه انت سبت سريرك وجيت ليه جيت عشان اقول لك سيبيه يتكلم يسال من حقه يعرف مين ابوه ومين امه لغاية امتى هنفضل خايفين من الناس كفايه يا سعد المنعم كفايه كفايه عذاب مش قادر استحمل كل ده انت استحملت 20 سنة هشجان 20 سنة عذاب والم الظروف كانت اقوى منك حاولتي على قد قوتك انك تغيري نفسك تغيري حياتك لكن ابوكي اهلك اللي حواليك كانوا اقوى منك الظروف ضغطت عليكي ما جبتيش لكن النهارده ما عادش في وقت يا اشكال لازم تقاومي لازم تواجهي كل الناس انا خلاص انتهيت الشر كبرت والمرض بدا يمسك في جسمي مش هقدر اعمل لك حاجه الشر انا عملت اللي عليا يا اشكال لكن انت لازم تقومي برسالتك لازم تبقي ايجابيه اشكال واجهي الناس وقفي قدامهم كفاية هروب بقى من الواقع كفاية حاضر لك حق عبد المنعم بيه انا لازم احل مشكلتي بنفسي ما عادش في وقت نبيل انت عايز تعرف من ابوك ومن امك ايوه طيب يا حبيبي تعال معايا تسمحوا يا اخوانا تقولوا لي الست اشجان فين مش موجوده اي خدمه والنبي الست في العربيه عاوزاها الله دي ست فعلة الخير يا بهجر يلا بينا نشوف عايزة ايه مساء الخير يا ست ربنا يخليكي وما يحرمك من نور عينيكي وتدينا حسنة بايديكي خدوا يا ولاد ربنا يخليك ولادك واحفادك ويطول عمرك ويحفظ سرك فين اشجان يا ولاد مش موجودة ما انا عارفة بس هي فين عاوز اشوفها مش ممكن دلوقتي ليه الدكتور نبيل زعلان شويه مع الاستاذ عبد المنعم وهي بترضيه مصطلحه مش باين اصل الحكايه مزرجنا حبتين وما يحلاش الا ربنا بقى خد يا ابني الورقه دي فيها عنوان حضرتك عايزاها تجيلك النهارده اذا ما اتحلتش مشكله نبيل تجيلي
وانا هحلها لها باذن الله. هات استعصيبة فعلة الخير والثواب. ايه نبيل؟ نبيل يبقى ابني انا؟ ايوه نبيل يبقى ابنك. نبيل الله، هو نبيل رايح فين؟ سيبه يا معلم، الصدمة كبيرة عليه. انا مش مصدق اللي بسمعه ده. اشجان بقى نبيل؟ نبيل يبقى ابني انا؟ تحب افكرك؟ تحب ارجعك لايام زمان، ايام حبنا الكبير؟ ها ده كان زمان قوي يا اشجان. ايوه كان زمان، قبل ما تتخلى عني. اعمل ايه؟ ابوكي كان السبب، كان واقف في طريقنا وانا كنت صابرة ومستحملة، لكن كنت واقفة جنبك، كنت عايزاك. انت تخليت عني يا اشجان. انا عمري ما تخليت عنك. فاكر اخر ليلة في حبنا؟ فاكر يا ابو قورة؟ ايوه فاكر. فاكر يا اشجان؟ فاكر لما جيتني وانت بتترعش زي ما يكون عندك حمى؟ ايوه فاكر. كنت ليلتها حالتك صعبة وقعدت تدور على اللي في جيبك. فاكر الشوكولاتة؟ الشوكولاتة ايوه اللي دهاني الوقت تهته. ايوه فاكر. فاكر يا خسارة، كنت بفتكرها حاجة حلوة فعلا. ما كنتش اعرف ان الشيطان هيلعب بدماغنا احنا الاتنين. الشيطان يا ابو قورة، فاكر؟ ايوه فاكر. فاكر. فاكر يا اشجان؟ فاكر. فاكر حصل ايه؟ كفاية كفاية كفاية، اعمله معروف كفاية بقى. الله يخليه ويبارك له في عافيته، الراجل الطيب الاصيل عبد المنعم بيه، هو اللي سترني وسترك، حماني وحماك، خباني عنده في العزبة لغاية ما داري غلطتش. ايه عبد المنعم بيه؟ منعم بيه؟ وانا اللي كنت فاكر انه هو اللي خدك مني. يا خسارة المعلمين، يا خسارة الجدعانة يا ابو قورة، قد كده الخوانة مليت مخك. ربنا جاز اللي كان السبب بقى. ايوه، ويعامل كل انسان على قد ضميره. بقى نبيل يبقى ابني. نبيل حبيبي، هو راح فين؟ نبيل نبيل. راديو وتلفزيون الحياة. راديو وتلفزيون الحياة. اعذرني يا ابني، اعذرني، ما كنتش عارف. ابويا ما كانش عايزني اربيك يا نبيل، واشترط عليا اسيب ابو قورة وخيرني بينك وبين ابو قورة، ولولا الراجل الطيب الاصيل عبد المنعم بيه اللي كان واقف جنبنا كان زمانك في حالة تانية. يعني كان زماني ماسك ايده وبنضحك سوا. ايوه يا ابني، وسابني ابوك واتجوز المعلمة نعمة وما رضيتش اخرب عليه، وبعدين دخل السجن مرة تانية. سامحيني يا ماما، حتى رجلك ابوسها. لا ابدا، انا اللي هبوس رجلك، مش هنا في الاوضه دي، لا قدام كل اهل الحته. اللي فات مات يا معلم. ايه قال الكلام ده؟ يا نعمة يا نعمة. نعم يا معلم. هات يا نعمة وتعالي اسمعوا، انا عايز اقول لكم اني بقر وبعترف لاني خلفت نبيل من اشجان. ما احنا سمعنا كل حاجه يا معلم. اخويا نبيل، اخويا. ايوه يا امل، اخوكي يا نبيل. العلاقه اللي بينا هتفضل طول العمر، الدم اللي بيمشي في عروقك هو نفسه اللي بيمشي في جسمي، انما الجواز يا نبيل ممكن يفشل في اي وقت. مظبوط. ومن بكره الصبح يا جماعه انا هاخد نبيل من ايده واعمل له اجراءات الاعتراف بالنسب واعترف قدام الحكومه انه ابني. ما تتعبش نفسك يا معلم، طلع بطاقتك يا حبيبي. بطاقتي؟ اديها لابوك، اقرا اسم نبيل يا ابو قورة. الله، ده مكتوب فيها ان اسمه نبيل حسان الحسيني. ده مكتوب فيها اسم انا كمان، انا حسان الحسيني الشهير بابو قورة. عندي الحكايه دي ازاي يا اشجان؟ الله يستر. عادل بيه ظابط المباحث هو اللي عملها لي. يعني كان عارف كل حاجه يا ابو قورة؟ الحمد لله يا نبيل، انما والله يا ابني والله والله لحفظ لك كل حقوقك قدام ربنا وقدام كل الناس. طب وحقوق اشجان يا معلم؟ اللي تؤمر بيه اشجان انا نفذه على طول. تتجوزها يا معلم على سنة الله ورسوله. انت يا نعمة، انت اللي بتقولي كده؟ وما اقولش ليه يا ابو قورة، انت ظلمتها وانا كمان ظلمتها وكل الخلق ظلموها. ربنا يسترها، لما ما كنتش لاقية اللقمة وقفت معايا لحد ما فتحت لي القهوة، سترتني وسترتك يا ابو قورة. والله العظيم ثلاثة، لابوس راسك ورجلك وايديك. ها حقك عليا يا اشجان، حقك عليا، سامحيني يا اشجان سامحيني. قوم يا معلم، مسامحاك. انا رايحه اجيب المأذون، انا عارفاه، انا عارفاه متوه فين. انت يا نعمة اللي رايحه تندهي لي المأذون. وما اندهوش ليه يا اشجان؟ الراجل اتجوز اربعة يا اختي، هو احنا هنلاقي زيك فين يا اشجان؟ ملوش لزوم يا نعمة. ليه؟ ليه يا اشجان؟ انا غلطت وعايز اصلح غلطتي. بس انا ما انفعكش دلوقتي يا ابو قورة، والله زمان. ماما. نعم يا حبيبي. انتم نسيتم الاستاذ عبد المنعم. مظبوط، ده الراجل صحته تعبانه قوي. انا اللي هروح له، اخدمه بعناية واستسمحه. خدنا معاك يا معلم. يلا بينا كلنا. ما تزعلش نفسك كده يا عبد المنعم بيه، انت صحتك ما تستحملش الزعل ده كله. حاولت ازرع الحب وفشلت،
حاولت اغير الظروف لنبيل والاشجان والقرني وبرضه فشلت. ابعايش عشان ايه؟ ما انا قلت لك يا سعد منهم بيه من اول يوم، قلت لك ان البني ادم البطال ملوش الا السجن. يا خساره الوقت والجهد اللي ضاع في الفاضي، في الفاضي وبدون نتيجه. طب والفلوس اللي خسرناها؟ ايه الفلوس تتعوض؟ احنا بنكسب الفلوس ليه يا عبد؟ مش عشان نصرفها، يعني تيجي وتروح. انما البني ادم، بني ادم ما يتعوضش ابدا يا عبدو. انا خسرت نبيل واشجان في الوقت اللي انا محتاجهم فيه قوي. طيب طيب بالراحه شويه، دي اللي جايه اهو. ايه ومين؟ ما تسيب الراجل عياش. كلنا نتكلم وراك يا الله. اوعى دينا. اتفضلوا اتفضلوا. مين مين؟ ابو غوره؟ ايوه انا عبد المنعم بيه. انا جاي استسمح حضرتك وابوس على راسك. انا غلطان، انا غلطان لك قوي، سامحني. اعمل معروف. انت ما غلطتش في حقي انا يا ابو غوره. عارف يا بيه، غلطت في حق اشجان وحق ابني نبيل. يعني احترفت بابنك؟ اه طبعا، وبكره اروح اسجل الكلام ده في الشهر العياري. وانت يا اشجان؟ سامحته، وانا طلبت منها تتجوزه ما رضيتش. والنبي يا سعد المنعم نفسك معايا، خليها تاخد حقها مننا كلنا. لو قلت لها الكلام ده من 20 سنة، مين عارف كان حصل ايه يا بورا؟ يمكن كنت ما دخلتش السجن. مين عارف يا بورا؟ مين عارف؟ والنبي يا بيه، حلفتك بالنبي تصحصح كده. الله، تيجي بقى تقضي معانا الليلة الكبيرة في مولد الست الطاهرة بعد يومين. اوعدك اوعدك لو اتحسنت حاجة. مين تاني؟ مين؟ طيب مين؟ لحمت ابو بعدر؟ احنا جايين عشان هنعمل نبطشيه لو بعدر. كل واحد بيقعد جنب عم منعم بيه 12 ساعة، يمكن تحتاج حاجة كده ولا كده ولا على الأقل نرد جمايله علينا. الله، كلكم هنا بعد الليلة الكبيرة بإذن الله تبقوا تجولي وتقعدوا معايا وتسلوني. إنما دلوقتي عايزكم تنبسطوا وتهيصوا في المولد. تسمحي تقعدي انت يا ماما مع الاستاذ عبد المنعم؟ انت سترتنا يا عبد المنعم بيه، ربنا يسترك. وصيتك الاستاذ عبد المنعم يا اشجان. اشكرك يا رب، اشكرك، عدلي ثقتي في الناس، كنت حافظ الامل في الحب، في كل القيم الحلوه، في الطهاره، في الصفاء. انما الحمد لله شفت ثمرة جهدي وكفاحي، وخلتني يا رب اشوف شجرة الحب والناس عايشين في ظلها. قويت ايماني وارشدتني للعمل لاساس الناس. سبحانك يا رب. فيلم علم ابورة يا بعجة؟ ما شفتوش، وانت عايزه ليه؟ عشان يجي معانا. ليه؟ هو احنا رايحين فين؟ انت لازم اتعشيت وشبعان. ايه اللي بتقوله ده؟ اشتمني ليه؟ وانا بيني وبينك حاجه؟ وانا كمان يعني بيني وبينك ضغاين لا سمح الله، ورايح اشتكيك في الاسم. لا لا لا، مش كده بقى. فتحوا قول لكم معايا وقولوا لي فيلم علم اورلي. ليه؟ هناخده معانا. ايه ايه، هيقلبها غم. انا اللي هاخد بالي منه، وانتوا خدوا راحتكم، مالكوش دعوه بيه. طبعا اذنك. عندنا مشروع صغير لحد محطه البنزين. ليه؟ هتعملوا ايه؟ هنوسخ وزننا بالشحن عشان ما حدش يجي ناحيتنا وناكل. طب ساعدوني الاول، شيلوا المعلم قرني ووصلوا لي الصوان، وبعدين اعملوا اللي انتوا عاوزينه. واجب على فين يا واد انت وهو؟ موديني فين؟ حصلت والله يا معلم. طب بالراحه يا واد انت وهو، بالراحه. شد شدوا حيلكم. مالك خرع انت وهو كده ليه؟ اصل المعلم قرني تختخ ويستاهل الدهب. خلاص خلاص يا قليل ادب. من ده بكره بيقرشي. من ده بكره بيقرشي. من ده بكره بيقرشي. طيب يا اولاد الامانسه، ما تنزلوني بس في الصوان. يا جنبي فرير احسن عصافات. كل
كل معلم. إيه الست الأصيلة وصلت. مساء الخير يا ست، يا فعلة الخير والثواب. مساء الخير يا ابني، فين أشجان؟ عند الأستاذ عبد المنعم، أصله عيان قوي. يعني ما جاتليش البيت. أصله مصطلح والحمد لله. الحمد لله، اتحلت عقدتها. حسنا يا ست والنبي. اتفضل يا ابني. وانت كمان. ربنا يطول عمرك ويسترك ويخلي لك اولادك يا رب. خد يا معلم قرني، خد حته البسبوسه دي من ايدي. كفايه مش قادر اكل تاني. لا فتح زورك معايا وما تتعبنيش عليا اليمين. لا تزلطها يا معلم. اكلت بس ما تحلفش يا ابني احسن، ده حرام. خد كمان طبلة الديك الرومي دي. مش قادر اتقتل. ما تخافش، هجيب لك ازاز كازوزه تهدم وفنجال قهوه محوج تحبس بيه. اذا كان كده مفيش مانع. خد يا ابني، هات. خد كمان. خد. ابو ورا. ايه خير ان شاء الله؟ مالك كده عامل زي المجنون؟ قتلته. ايه؟ قتلت مين يا جدع انت؟ وهو في مين غيره اللي اتفقنا عليه؟ يا نهارك مهبب، انا ابلغ عنك. ما تقدرش يا ابو قوره. ليه ما اقدرش؟ ليه هتموتني انا كمان ولا ايه؟ لا مش انا اللي هموتك، الحكومه ايه اللي هتحكم عليك بالاعدام. ليه بقى؟ وانا اللي قتلته؟ لا امال ايه؟ انت شريكي في القتل يا ابو قوره. ولا نسيت الفتح والمصحف والمعلم تمام؟ انا عندي شهود. اسحف فتح لونك معايا فوق لنفسك يا معلم، تكونش فاكر نهبل. وجاي لي ليه بقى يا اخويا؟ عايز مني ايه؟ تسيح شغلانه. اسيح؟ خلاص يا اخويا انا بطلت المخدرات. انا قصدي تاخد جثته توصلها بيته وتقول لهم انه مات من كتر الاكل، وان الاكل طبق على مراوحه وخلص عليه. ما اقدرش اشيل الجثه دي كلها لوحدي. طب انا هلحقك وانتعه معاك. يا مو ما تنساش ابو قوره الاتفاق، فلوسه نص بنص، 50-50. عنتر عايز ايه يا تهتي؟ خد بعجر واجروا ندهم اشجان ونبيل عشان ابوها تعبان شويه. هو فين؟ انا مش شايف. خدوا المعلم ابو قوره يوصلوا البيت. امال انت رايح فين؟ رايح اشطب القهوه وجاي وراكم. مال ابويا يا ابو قوره؟ تعبان شويه. قول لي ايه اللي حصل. قولي في القهوه قالوا لي ان المعلم قرني تعبان حبتين، خطفت رجلي وجبته لحد هنا. هو كان فين يا اخوي؟ في الصوان، كان بياكل. يظهر نزودها حبتين زي عوايده، طبقت عليه مراوحه. يا لهوي، ماله ما بيتحركش كده؟ ما تشوفه يا نبيل يا ابني. حاضر يا ماما. تسمح تقفل الباب يا بابا علشان الهواء؟ حاضر يا ابني. شيل هدومه، اكشفي صدره. يا لهوي، هي مال الهدوم محشوره فيه كده؟ اقطع الجلابيه يا ماما. حاضر يا ابني. ايه البلاوي الجلد اللي حاططها حوالين جسمه دي؟ شليها يا ماما. ايه ده كله؟ دي حزمه حجاج. يا ترى كل الحزمه دي جايبها منين؟ الله 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 الله، دي كلها مليانه فلوس. انا ده ورق بعشرات. شيل معايا الحزمه دي كلها يا ابو قوره. اهو بلو دبليو دوت موجتنا دوت. اكشف على صدره يا اخوي. حاطط ودنك على صدره كده ليه يا نبيل؟ بسمع صوت قلبه يا ماما. وسمعت يا ابني؟ ابدا يا ماما. البيئه في حياتك ايه؟ طب اوعى حد فيكم يتنفس قبل ما نتصرف في الفلوس. وهنتصرف فيها ازاي يا ابو قوره؟ دي فلوسك انت ونبيل، خدي فلوس اهي وقومي خبيها احسن. اولاد الحرام كتير، كفايه عليكم اللي شفتوه، او ربنا عوضكم عن تعبكم. لا يا اخويا، انا مش عايزه ولا قرش. دي فلوسك انت يا نبيل. انا مش ممكن امد ايدي على قرش واحد ما كسبتوش بعرق جبيني. انا والحمد لله بتعلم، وقربت اتخرج وابقى دكتور، وكفايه عليا اللي هكسبه بدراعي. دي فلوسك انت يا ماما. خلاص يا ابني، دي فلوسك انت يا اشجان، حافظي عليها، انت اولى بيها من غريب. فين حق يا معلم؟ حقيقي وبتاع يا تيتي، ما تفتح مخك معايا، وطي صوتك بلاش فضايح. تعال هنا جوه ورا النصب. اديني جيت. فين نصيبي؟ الراجل مات على ايديا وما كانش معاه ولا باره. بتقول ايه يا ابو قوره؟ طب سمعني كده، اصل انا بقى اطرش. بقول لك ما كانش معاه حاجه، احنا ظلمناه. هو ده كلام الرجاله مجد؟ انا بقول لك على اللي حصل. يبقى انا ما قداميش حاجه، لاني
اخد حق بايدي. ما بلاش سكة الشر دي يا تيتي، اخرتها وحشة اخويا. تعالى تعالى اشتغل معايا في القهوة، لقمة تكفينا كلنا. لقمة ليه؟ اصوم اصوم وافطر على بصل البقورة، تكونش فكرنا عبيط. روق بقى تيتي امها. لا لا، وديك الرومي والاساور والخلاخيل الدهب اللي وعدت بيهم البت التوحة هيبقوا من نصيب مين ابقورة؟ يا على تيتي يا قالوا كلم كويس. وانا ما انا بتكلم كويس. عايز تعيش في عز ونغنغه معلم وانا افضل شحات؟ لا لا بقورة والف لا، لا تاخدني معاك عيش زي زيك، لا اخدك معاك تعيش زي بالظبط. الله الله الله، انت بتهددني ولا ايه يا تيتي؟ لا لا، بس بنورك عشان تفتح لونك معايا وتحط عقلك في راسك يا معلم. بقول لك ايه، فوت عليا بكره. ماشي، معادنا بكره معلم. كده اهو من غير سلام؟ مش هيحصل بينا السلام الا اذا حصلت اتفاق. انا عايز اكرم تيتي، ايه رايك يا عنتر؟ لا ما يستاهلش الخير. ما احنا هنضحك عليه. يلا الله، الحكايه فيها ضحك. اه طبعا، يعني هنكرمه لوجه الله. طب وقول لي هنكرمه ازاي؟ خد له فنجان القهوه ده، حطيت له فيه اجزه. اجزه؟ اجزه يعني ايه؟ حاجه كده بوقف الاجزخانه زي السلاميكه. سلاميكه محاسن. يعني هنفضيكه بطن ولا كانه كل حاجه. ونموت عليه من الضحك وهو رايح جاي. هات الفنجان. وادي جنيه عشان تسبك المال. تشكر يا معلم. دي حكايه يا عم، هنضحك ضحك. وانا كمان عايز جنيه زي ده. رزق يا ابني رزق، ما تبحلقش فيه كده. ايه رايك بقى انا هلحف جنيه زيك؟ تمام يا شيخ، روحت في نفسك. ايه رايك بقى معلم كده؟ تشكر يا بعكر. وبطل ايه بقى من تشكر يا بعكر دي؟ ما تفتح لونك معايا ولا ما تتكلم عدل. عاوز تقول ايه انت بالظبط؟ اشرب لك انا كمان ابو قرة فنجان، بس محوج اجزة دوب، ونضحك احنا ونفرقع فنجان. عقلك انت بقيت داهية. خد ادي 2 جنيه وهطلع اجيب لك الفنجان المحوج، وانا هفك وفلسق من هنا. وعارف انا لو اتكلمت كلمة ايه بقى هتعمل ايه؟ يعني انا ما يهمنيش. لا لا بقى، انا هاخد 2 جنيه منك تاني. الا دي بقى سرك في كبير. تعالى معايا نطلع لحد بره ونوضب له الفنجان. وده كل اللي حصل حظبط. وابورا عاوز يقتلك ليه يا تهتي؟ في لمؤاخذة بينا ضغاينة ساعات بيه. زي ايه كده؟ لما عرفت انه قتل معلم قرني بقى مش مطمن ليه وعاوز يخلص عليا. وقتله ازاي؟ بنفس الطريقة بيه، فنجان القهوة وفي حتة مخدرات كبيرة طبقت على مراوحه راح الراجل فيها. يعني ده اسلوبه اللي بيرتكب بيه جرائمه؟ ايوه بيه. كلامك معقول، لان المجرم اللي بينجح في ارتكاب جريمة بطريقة معينة وما ينظبطش غالبا بيكرر نفسه لغاية ما يقع. هو كده بيه. طب تعالى معايا. ومعايا يا بورا. شوفوا كده ما بيردش ليه؟ كلم حد الظابط يا جدع انت، اتحرك. الله، الراجل وقع. وريني ايده كده. اتفضل يا فندم، اتفضل. الباقي في حياتكم. نهار اسود ومنيل ب60 ليله، هي الاجزه تعمل فيه كده؟ اجزه ايه يا جدع انت؟ اللي حطها له تيتي في فنجان القهوه. تعالى يا تيتي. نعم سعادة بيه. حطه في ايده الحديد. انا مظلوم. تعالى يا جدع انت. انت اسمك ايه؟ اسمي بعجر يا بيه. امال فين عنتر؟ انا هو يا سعادة البيه. حطوا الحديد في ايديهم هما الاثنين. مظلوم يا سعادة البيه. وانا كمان زيه يا سعادة البيه. احنا كنا عايزين نضحك عليه بس ولفى بيه، ده اداني جنيه. وانا كمان خدت منه 2. الفلوس اهي متنازلين عنها ومستعدين نرجعها. قولوا الكلام ده للنيابة. نيابة؟ نيابة؟ يا خبر اسود. تهدي رايح فين يا اخويا؟ رجع للسجن تاني. واد ست كتوحه عشمتني بالحاله، خرمت انا وداني. تعالي هنا هشجان. انا هو سعد الملك. وانت كمان يا نبيل. حاضر يا عم. تعرف www.nabil.com. من 20 سنة الدكاترة قالوا لي ان حالتي ميؤوس منها. ليه يا عم؟
لانه ما كانش عندي اي رغبه في الحياه. ايوه، بعد ما فقدت مراتي واتحلت على المعاش لحد ما شفت اشكال مامتك. اشمعنى ماما؟ عشان كانت صوره طبق الاصل مراتي الله يرحمها، وهي اللي ادتني الامل بعد ما فقدته. باختصار كده مامتك زودت 20 سنة من عمري. وانت سترتني قويتني، ولولا الظروف اللي حطتك في طريق يا استاذ منعم كنت انتحرت او ابويا قتلني او حصل لي اي حاجة بطالة. انت يا اشجان طولت عمري 20 سنة، خلتيني احس بطعم الحياة. امسكي ايدي يا اشجان. وانت نبيل امسك ايدي يا ابني. هات ايدك، هات ايدك يا سمير، هات ايدك يا عم. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. من القاهرة. مين يكره الحياة الهادية اللي يسودها الود والحب والتفاهم؟ ومين يحب يعيش في جو عاصف كله مشاكل وتوتر وخلافات؟ اظن هتقول مفيش. لا، في نماذج مريضة تحير موجودة بينا وعايشة معانا، وبنصادفها في كل مكان، في البيت، في الشارع، في القهوة، وفي المكتب. مين يكره الحياة الهادية؟ راديو وتلفزيون الحياة. راديو وتلفزيون الحياة. يا سلام يا حسنين أفندي، جو المكتب النهاردة هادي بشكل. فعلا يا حسين، تصور من ساعة ما جيت الصبح لغاية دلوقتي خلصت كام ملف؟ 10. وحياتك يا حسين، استوفيتهم من كله. ده رقم قياسي فعلا. انا برضو خلصت قدهم تقريبا. تصور بقى لو كان الاستاذ هنا كنا خلصناهم في قد ايه دول؟ في 10 ايام على الاقل. المهم الجو الهادي والبال الرايق يا حسين. هو ما جاش ليه لغاية دلوقتي؟ يظهر في مأمورية في الوزارة. اياك يقعد له فيها يومين ثلاثة يا شيخ. وحياتك ابدا، دلوقتي نطلك زي العفريت، ده انا عارفه كويس قوي. على كل حال انا قربت اخلص الملفات اللي عندي كلها يا حسين، ومستعد اساعدك بعد كده، ولو اجيلك مخصوص بعد الظهر. قد القول يا ابو الحسن، كتر خيرك. حضرتك ندهت لي يا استاذ حسين. ايوه عطوه، هات لي فنجان قهوه. مظبوط. تاخد ايه يا استاذ حسنين؟ متشكر قوي، لسه شارب دلوقتي. مش ممكن، لازم تاخد حاجه على حساب. هات 2 قهوه. مظبوط يا عطوه، بس تقل البن. حاضر يا سيدي، تعيش. طب خد سيجاره مني بقى. خد. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. انا خلصت ماموريه الوزاره بسرعه وقلت اجي كده عشان اتنس بيكم. مش كده ولا ايه؟ فعلا. القهوه يا استاذ حسين. القهوه يا استاذ حسنين. اسمع يا ولدي يا عطوه. صباح الخير يا استاذ شكر، اجيب لك القهوه؟ لا 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 لا، مش دلوقتي. تعال هنا يا ولد. قول لي يا عطوه، انا شايف كده جو المكتب هادي قوي والموظفين منسجمين قوي قوي مع بعض. اصلهم نازلين شغل من الصبح. اها، طيب روح هات لي السرك من عند حسين افندي. حاضر. اتفضل. اه ده انت لسه باقي لك كم ملف يا حسين، عايزين منك يومين شغل على الاقل. ربنا يسهل. اها، حسنين قرب يخلص اهو، ما تخليه يساعدك يا اخي زي كل مره. قصدك ايه؟ ولا حاجه، اصله دايما يقول انك ضارب بوز وهو اللي بيشطب على شغلك كله. انا قلت كده يا استاذ شكل؟ الله، وفي ايه يعني يا اخي؟ ده الكل بيقول ان ما كانش حسنين افندي مع حسين في المكتب كان زمان حسين انكشف ويمكن اتنقل من المكتب كمان. انت قلت كده يا حسنين؟ مش معقول يا حسين، مش ممكن اقول كلام زي ده. ايه كلامك الفارغ ده يا شكل؟ انا عارف يا اخي، اهل الموظفين ما بتبطلش كلام. بقى انت اللي بتخلص لي شغل يا حسنين، وما كنتش موجود معايا كنت كشفت واتنقلت كمان. دي الفاظ برضه تصدر عن زميل وصديق محترم. والله ما حصل يا حسين يا اخويا، هقول حاجات ما حصلتش ملهاش اساس خالص. امال شكل جايب الكلام ده منين؟ من الهوا طبعا، ويخلقه من لا شيء كمان. وايه مصلحته في كده؟ انا عارف بقى يا حسين، ما هو عيب كمان تصدق سخافات زي دي. سخافات ازاي يا اخي؟ ده انت لسه قايل بسانك مستعد تيجي تساعدني مخصوص بعد الظهر. حلو حلو يا ولد يا عطوه، القهوه المظبوط اوام يا ولد.
خناقة كبيرة يما بينهم وتلمت الموظفين حواليهم، وبعدين وبقت حكاية حكاية ملهاش نهاية. وكان لازم يا ابني تقول الكلمتين دول، ملهمش لازمة يا حبيبي. قصدك على نياتك يما، دول دايما يقعدوا يتودودوا مع بعض، ومين عارف بيقولوا ايه عليا. هيقولوا ايه يا ابني؟ بس مش كايز بيدبروني مكيدة يما. مش معقول يا شكل. وبعدين يا ابني حصل ايه؟ ولا حاجة، سبتهم ودورت على مكتب هادي اشرب فيه قهوتي على رواق. على فكرة يما، الحاج عثمان قابلني وبيقول ابويا عيان بقاله اسبوع وراقد في البيت. يعني ما بترديش يما؟ هرد اقول ايه يا ابني؟ ابوك على كل حال وانت حر معاه. يعني اروح ازوره ولا ايه رأيك؟ ما قلت لك يا ابني انا ماليش دعوة، وانت لسه صغير يا شكل، ولا عايزني انسى اللي حصل منه؟ ده وريني الويل يا ابني، ويا ما استحملت علشان. عارف يما، عارف، انا عارف كل حاجة، ودي حاجات تتنسي. انا بقول يعني افوت عليه برضو، ازوره اطمن عليه وايه يا ابني، واشوف مراته التالتة عايش معاها ازاي. كفاية بقى يا شكل ما تفكرنيش. حقك علي يما، ما تزعليش يما، انا بس حبيت استشيرك قبل ما اروح. وعلى فكرة ايه تاني يا شاكر؟ مش برضو كده اخد لي وقتين فاكهة معايا، اي حاجة كده، ولا ايه رأيك؟ واجب يا ابني برضو. الموزة بنقطة، البرتقال السكري اللي مفيش منه. عم عاشور، عم عاشور. عينين عم عاشور يا نبوية، طلباتك يا جميل. عايزة يا اخويا 2 كيلو من ابو نقطة الاصلي. وحياتك انت من البضاعة اللي ما بتطلعش الا للزباين المخصوص. طول عمرك امير والنبي يا معلم. خدي خدي كمان دوق يا نبوية بالهنا والشفا. تعيش يا معلم عاشور، والنبي ما في غيرك في الحتة، وانت ما فيش غيرك في الحلاوة والخف. لسانك بينقط سكر والنبي. قولي عايز كام بقى بالصلاة على النبي؟ باريستين بس يا نبوية عشان خاطرك. اتفضل يا معلم. سلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله من فضل حضرتك اديني كيلو موز من الصباطة دي. عناية. واتنين برتقال سكري. عناية. الله، هو انت هنا يا نبوية؟ ايوه. ازاي الاستاذ رؤوف العروسة؟ بخير يا سي شاكل. انت كنت تشتري موز ولا ايه؟ يا ترى حسبك بكام المعلم؟ خدت الكيلو ببريزة بس. وبتقولي بس كمان؟ ليه؟ هو الراجل ده بيقطع رقاب ولا ايه؟ ليه يا سي شاكل؟ هو غالي ببريزة؟ طبعا غالي ونص، ده الراجل عم متولي اللي واقف على الناصية بيبيع الكيلو بتمانية ونص. يا خبر يا سي شاكل، يعني الراجل الدحلاب ده وكلني في 3 قروش بحاله؟ طبعا طبعا. يا نهار مش فايت، تعال هنا انت يا راجل يا غشاش يا عاشور، انت تعال هنا يا ابو ذمه واسعه. الله 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 الله، ايه اللي جرالك يا نبويه؟ ما كنت عاقله يا بنت الحلال. لا يا شيخ، هو انت خليت في عقل يا راجل يا اونطاجي؟ عايز تطلعني حراميه يا راجل على اخر الزمن؟ تقول ايه بقى ستي لما تعرف اني زودت عليها 3 قروش في 2 كيلو موز؟ زودت عليها ايه 3 قروش؟ انت بتخرفي، بتقولي ايه يا بنت انت؟ ايوه هوشني يا اخويا هوش، ادخل في عينيا يا راجل يا عديم الضمير، يا ضلالي يا نصاب. اخلصي قطع لسانك، بتقللي الحياه ناقصه تربيه. لا اسمع، اوعى تطول، احسن والنبي ومن نبى النبي اوديك في 60 داهيه دلوقتي حالا. انا هجيب لك الشاويش لحد عندك، ان ما كنتش هتجيب الثلاثه زغ دلوقتي حال. يا بنت انت غوري من وشي، احسن اعمل جنايه معاكي. مالك يا معلم عاشور، حصل ايه؟ ولا حاجه يا عم متولي. قول لي والله، تسعيره الموزه بنقطه بكام؟ الكيلو ب10 قروش. الحمد لله. قول لها بقى البت دي احسن الله يغسل بيها الارض. اهلا اهلا، اتفضل. ازيك يا ستي ناجيه؟ نحمده على كل حال. ما تقعد يا شكر افندي. متشكر قوي. امال ابويا فين؟ ها نسمع صوته يعني. مسلطح في اوضته شويه، بقاله كام يوم تعبان وما بيخرجش. بقى علشان كده
ربنا يشفيه. والله انا لما سمعت جيت على طول. ومكلف نفسك ليه يا سي شكال؟ دي حاجة بسيطة يا ست نجية. يا نجية ايوة يا معلم انا جاية حالا. انت صحيت يا معلم؟ عيني عليك بردة. الحمد لله وشك اهو نور وبقيت زي الفل. الهي ما يرقد لك جت ابدا. البركة فيك يا نجية. الله انا سامع صوت برا. ما انا جايلك في الكلام يا اخويا. ده سي شكل جاي يطل عليك. قلبي يقول ما سمعش الا النهارده وانت يا حبه عيني بقالك اسبوع راقد في البيت. وانت هتقولي لي انا جايه؟ ما انا عارفهم كويس. انت هيلو يقعد معانا. ما تيجي يا سي شكل تعالى. المعلم صحي من النوم. سلام عليكم يابا. ازيك دلوقتي؟ احسن والحمد لله. اقعد يا شكل. اعمل لي له شاي انا جايه ولا قهوه؟ حاضر يا معلم اعمل لك فنجان معاه. لا بلاش انا، هاتي لي عصير القصب اللي قال عليه الدكتور احسن. اصل ما فيش عصير يا معلم. ايه وما فيش ليه يا نجية؟ والنبي يا معلم لفيت على محلات العصير اللي في الحتة كلها ما لقيتش عصير. اعصر لك كام برتقانة دلوقتي تغذيك. ايه وهو كذلك يا نجية، بس اوام من هنية يا معلم. من فضلك يا ست نجية بلاش انا شاي. ممكن فنجان قهوة صغير؟ ليه يا سي شكال؟ ده انا هعمل لك فنجان شاي بنعناع يرد الروح. لا معلش مش هقدر، علشان يدوبك لسه شارب شب عصير قصب كبير من الشربات اللي على الناصية. بتقول ايه يا شكل؟ امتى حصل؟ والله قبل ما اجي هنا على طول يا رب. عجيبة، يعني العصير موجود عند الشربات يا نجية؟ وحياتك يا معلم لفيت على المحلات ما لقيت. وحياتك كفاح الفن بقى يا شيخ، حرام عليكي. انت مش مصدقني يا معلم؟ كلكم زي بعضكم، مفيش فايدة فيكم خالص. مش عايزين تتعبوا نفسكم، عايزين تموتوني. لا بعد الشر عليك يابا، بعد الشر. معلش تنزل تدور تاني. ايه يا لسه هتدور؟ انا زهقت خلاص، انا زهقت منها ومن عيشتها. خلاص يا معلم اتضايقت مني. ايوه اتضايقت خلاص، ابعدي عني، مش عايز اشوف وشك. واحدة ما عندهاش دم، ما عندهاش نظر، ما تحبش الا نفسها. وكانت حكاية ملهاش نهاية. يعني ايه حصل؟ ايه طردها من البيت ولا هو اللي خارج؟ لا هو ولا هي. امال ايه يا ابني؟ حريقة يما، وقامت في البيت والعياذ بالله. إيه؟ زي ما يكون عود كبريت وولع في صفيحة بنزين. نار يما. وبعدين يا حبيبي وبعدين؟ وانت عملت ايه؟ قعدت اطفي فيها، لكن هيهات شرارة ومسكت في سلك كهربا. انت عارف ابويا بقى ما يتوصاش. انت هتقول لي يا ابني الشيء كان على ايدينا ايام وسنين طويلة. قلت استأذن انا بصنعة لطافة وانسحب بالتي هي احسن. ولا مين شاف ولا مين دري، وقد حصل والله اعلم. بقى كل واحد منهم تلاقيه فين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ في أرامدان. ما تفكرنيش والنبي يا شكل يا ابني. تاخد فنجال قهوة معايا يا حبيبي؟ اخد يا اما اخد. اخد فنجال قهوة من ايديك الحلوين دول. على فكرة يا ابني يوه كنت حنسة. حكاية نجية دي وابو غزالة بيقلبوا كياني خالص يا شاكر. بعد الشر عنك يا اما، بعد الشر. خير؟ عايزة تقولي حاجة؟ رأفة افندي ابن صاحب البيت فات عليا من شوية وادان الوصل وسأل عليه. وازاي يا اما؟ انا بقالي مدة ما شفتوش. ما هو علشان كده واخد على خطره منك. إن جيت للحق أنت غلطان يا شكل يا ابني. ما يصحش يا ابني تنقطع عن زيارته كده وأنتم متربيين مع بعض من سنين طويلة. فعلا ياما، يا ما كنت أهرب من خناق أبويا وزعيقه وأطلع أذاكر عند رؤوف في شقته، ويا ما كلت عندهم وسهرنا مع بعض. ما هو بيقول راخر بقى علشان ما اتجوزت يعني يقوم ما يزور ناس زي الأول. أبدا ياما، أنا أقدر أستغنى عن رؤوف؟ غيرش بس الشغل بعد الظهر طول الشهر اللي فات دي، حتى مراته كمان طيبة وبنت حلال. ربنا يوقعك في واحدة زيها يا ابني. كل واحد ونصيبه يا اما. على كل حال هبقى افوت عليه أسهر عنده شوية. راديو وتلفزيون الحياة. راديو وتلفزيون الحياة.
رؤوف رؤوف بتعمل ايه عندك؟ ولا حاجة يا حبيبتي، دي قصة بقرا فيها عبال ما تيجي. انت اتضايقت لوحدك؟ طول ما انت جنبي بشعر بسعادة ملهاش اخر ابدا يا رئيفة. طيب يا حبيبي اديني جيت لك ومعايا حاجة تروق البال كمان. قربي يا نبوية. اتفضل يا سيدي. شربات ورد صنع ايديا يا رؤوف. الله، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا حبيبتي. ولا يحرمني منك ابدا يا حبيبي. على فكره يا رؤوف، انت سالت عليا في المكتب؟ ها ايوه يا حبيبتي، اصل نسيت القلم بتاعي ومش فاكر حطيته فين بالظبط، قلت يمكن انت يعني تكوني فاكره. اصل المدير العام كان طلبني في عمل مستعجل وانشغلت فيه ونسيت بعد كده اتصل بيك في زحمه الشغل. معلش يا حبيبتي، الوظيفه لها احكام. اوعى تكون زعلت يا رؤوف. ابدا، بس قصدي انا كل اللي يهمني انك تعرفيني خط سيرك دايما. حاضر. علشان ابقى عارف الاماكن اللي بتكوني موجوده فيها، وكمان ابقى مطمن عليك. ولا ايه رايك؟ الله، ودي عايزه راي، ده واجب يا حبيبي. انا عايزك كمان تادي عملك على الوجه الاكمل. انا واثق طبعا كل الثقه، بس ده نوع من الاحتياط للظروف. وكمان من غير ما تكمل يا رؤوف، ده شيء يسعدني جدا. اسمع يا رؤوف، تسمع الاسطوانه الجديده دي؟ بكل سرور يا حبيبتي. عندي وصل يا سيدي. خليه يتفضل. سلام عليكم. اهلا اهلا بالراجل الهراب اللي ما فيهوش لا خير ولا وفاء. مساء الخير يا رئيف. مساء الخير يا استاذ شكل. على فكره انا برضو بضم صوتي لصوت رؤوف في كل كلمه قالها. وانا اقدر عليكم بقى مش معقول. ومع ذلك برضو حسقيك شربات وردي ممتاز يا نبويه. استنى يا استاذ، استنى، ما تاخديش في دوك انت والهانم. بطلوا الاول المزيكا دي، خلينا نعرف نتكلم. ولا غاويين يعني تعيشوا في جو رومانتيكي على طول؟ معلش يا رئيف، بطلوا المزيكا. حاضر. ها، عايز تدافع عن نفسك تقول ايه بس شكل؟ على فكره يا رئيف هانم، انا شفتك من اسبوع ماشيه في شارع الساحه بالليل، وكنت هسلم عليكي واسالك على رؤوف. وما سلمتش ليه يا استاذ شكل؟ اصلك يعني اصلك ما كنتيش ماشيه لوحدك. ايه بتقول ايه يا شكل؟ اصل ست رئيف هانم كان معاها واحد ما اعرفوش، فانكسفت طبعا اسلم عليها، وبالاماره كمان ركبوا تاكسي مع بعض. تاكسي كده يا رئيف هانم؟ عجيبه، مين ده يا رئيف؟ ورحتم فين وما قلتليش ليه؟ اصلي ما كانش في داعي اقول لك يا رؤوف. وبتقولي كمان ما فيش داعي؟ طبعا، مساله عاديه خالص وما جاش مناسبه علشان اقول لك كمان. يا هانم، دي مساله في نظري في منتهى الخطوره، ازاي ما تقوليش مين اللي كان معاك؟ حتى اذا كان اخويا محمود؟ مش معقول. انت بتكذبني؟ طبعا في سوء نيه ما دام خبيتي عليا. ارجوك ما تقولش خبيه، انا اللي ما رضيتش اسير موضوع صغير وتافه زي ده. كلام فارغ ما اقبلوش ابدا، ولازم اتحرى عنه واعرف مين هو الشخص ده. قلت لك اخويا محمود، ولازم تصدقني، لازم تصدقني. انا هتصل بيه بالتليفون واساله حالا. وهو كذلك، بس على شرط بعد ما تتاكد. مش هقعد معاك، هسيب لك البيت وامشي ما دام بتشك فيا. يا جماعه يا جماعه، مفيش داعي. مش ممكن، لازم احقق الموضوع بنفسي. طيب استاذن انا يا جماعه، احسن مرتبط بميعاد. سلام عليكم. يعني ما عمرتش يا شكل يا ابني عند سرقوف؟ والله يا اما انا كنت ناوي اقعد شوية، لكن حصل ايه يا ابني؟ خير؟ ما انت عارفة يا اما عقول الستات. هو جرى حاجة بين سرقوف ومراته؟ دي بنية طيبة يا ابني وبنت حلال. مين عارف يا اما، اهي دبت بينهم خناقة. مين عارف هتوصل لايه؟ هي لسه هتوصل يا سي شكل. مين تعمل ايه هنا يا بنت يا نبوية؟ كتر خيرها يا ابني، اللي كانت بتشتري لي شوية حاجات معاها من السوق. انا مستعدة لأي خدمة يا ست حفيظة. تعيشي يا نبوية، تعيشي يا بنتي. حصل ايه يا بنتي بعد ما نزلت؟ ما هو ما كانش ليك حق ابدا يا سي شاكل. بلاش غلبة يا بنت، انت ما تفهميش حاجة. بقولك حصل ايه؟ بعد ما اتكلم سيدي بالتليفون وعرف ان اخو الست هو اللي كان معاها، راسها والف سيف ما تقعد في البيت. ازاي ده يا بنتي؟ والنبي ليها حق يا ست حفيظه. وكمان سيدي رؤوف معذور مسكين، اصله بيحبها وافتكر ان في حاجه كده ولا كده. لكن هقول ايه بقى؟ تقولي اللي حصل وبس. دخلت اوضتها وقعدت تعيط، وهو قعد يتحايل عليها علشان تكلمه كلمه، لكن مفيش فايده ابدا. وبعدين يا بنتي؟ جه اخو سيدي الكبير وقال له انت غلطان. وبعدين قال له انزل على القهوه شويه لحد الست ما تروق. صحيح، قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. النهايه فتك بعافيه بقى يا ست حفيظه. كتر خيرك يا نبويه. على فين يا شاكر؟ ما تقعد بقى يا ابني وتريح نفسك شوية. اوصل لحد القهوة ياما وراجع على طول. مساء الخير يا حسنين افندي. اهلا شكل. هات القهوة هنا يا عبدو.
يا انس حسنين يا فندي احسن قاعد لوحده الليله. حقه غريبه صحيح. ما غريب الا الشيطان يا سي شاكر. اصل يعني مش شايف التوأم العزيز، قصدي صديقي الابد الاستاذ حسين، ولا حتى الطاوله اللي عمرها ما بتفارقكوا ابدا. الاستاذ حسين زمانه جاي حالا. راح يحلق دقنه عند المزين وراجع على طول. فيها حاجه دي؟ لا 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 ابدا. فيها حاجه ازاي؟ انا بس اللي دايما اشوفكم مع بعض في المكتب والقهوه وفي كل حته. صديق طيب وابن حلال وقلبه كله خير. طبعا طبعا. بس يظهر مش هتلعبوا طاوله تاني مع بعض. ليه بقى سي شاكر؟ اصلي سمعته بيقول، ولا مؤاخذه يا حسنين افندي، بيقول انك بتغشه في لعب الطاوله، بتخمه يعني وتغرس على الظهر. ها وبعدين؟ وهو بقى يا سيدي طبعا مش قادر يواجهك بالحقيقه علشان ما يخسركش وتزعلوا مع بعض، عشان كده قرر انه ما لعبش معاك احسن. بقى حسين بيقول عليا كده؟ مش معقول ابدا. لكن ازاي يقول كده؟ دي حاجه تبرجل المخ. مش معقول، مش معقول ابدا. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. ومؤاخذه يا حسنين، المزين كان زحمه خالص. ازيك يا شكل؟ الله يسلمك يا استاذ حسين. ما تيجي نتسلى شويه طاوله يا حسين؟ طاوله هنا يا عبد اوام. ما تصحيني الليله يا حسنين احسن عندي صداع. لا وبعد ما اشرب القهوه اروح انام على طول. يبقى الكلام اللي بتقوله عليا صحيح يا حسين. كلام ايه يا حسنين؟ حضرتك مش بتقول لشكل اني بضحك عليك في اللعب؟ يعني بغشك يا حسين؟ انا قلت انك حريف طاوله ومحدش يقدر يغلبك. ده الكلام اللي قلته بالحرف الواحد. اهو شكل قاعد اهو، اساله. انا قلت كده يا شكل؟ اتكلم انت بلاش توقيع. انا عارف بقى يا اخي. امال تعرف توقع بينا بس؟ يا اخي حرام عليك، خلي عندك دم وحسس على كلامك قبل ما تنطق بيه. ما بلاش هوسه بقى يا سي حسين، خلينا نتمزج ونشرب القهوه. انت لسه هتفتح بقك وتتغالب؟ طب خد. هدي نفسك، هدي نفسك يا ست حفيظه، سليمه ان شاء الله. دماغه مفتوحة يا رؤوف يا ابني. الحمد لله دلوقتي عن الأول. أمال لو كنت شفتيها قبل ما يروح الإسعاف وخيطوها. آه يا ناري لو شفت اللي ضربه أقطع من جدته بالحتة. مفيش داعي بقى، أصله زميله في المكتب حصل سوء تفاهم وهم قاعدين في القهوة واتخانقوا مع بعض. ويتخانق معاه ليه؟ هم متغاظين من ابني ليه؟ اسمعي يا ست حفيظة، إن جيت للحق بقى شكل غلطان في الحكاية دي، وكان لازم يحصل كده. وبيني وبينك أنا محتار في ابنك ده، مش قادر أفسر تصرفاته العجيبة. قصدك إيه يا رؤوف يا ابني؟ الحاجات اللي بيعملها مع اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، تصرفاته الشاذة، كلامه اللي بيدبه زي ما يكون، الورطات اللي بيوقع نفسه فيها بنفسه، المشاكل اللي بيخلقها بلسانه وتكره فيه الخلق. عايز أعرف سرها إيه؟ هقول لك إيه وعيد لك إيه يا ابني. طول عمره عايش في غلب، عمره ما شاف الراحة من يوم ما فتح عينيه وهو بيشوف أبوه بيتخانق معايا على الفاضي والمليان وبسببه من غير سبب. طول اليوم دوشة وقلب مخ وخناقات ملهاش أول ولا آخر يا ابني. يا سلام، للدرجة دي؟ يعني ما انتش فاكر يا رؤوف يا ابني لما كان بيهرب من المولد في الشقة ويطلع يذاكر عندك؟ حتى اللقمة يا عيني ما كانش بيتهنى عليها من شخط أبوه ونطره كلامه ليا اللي زي السم. وكان لما يطرد ويطلع عندك يلاقي شقتكم هادية ورايقة ويقعد ياكل معاك وهو مبسوط ومرتاح، مش كده يا رؤوف يا ابني؟ على كل حال شكل ده أخويا يا ست حفيظة. ما يتحرمش منك يا ابني، ما انتم متربيين مع بعض، غيرش الزمن هو اللي وقعني في ابوه. راديو تلفزيون الحياة. راديو تلفزيون الحياة. ده في يوم يا ابني ابوه عمل له الليله وفرج عليا اللي يسوى واللي ما يسواش علشان رغيف عيش اتحرق مني وانا بأمره على البابور، وشكل واقف عمال يعيط ومحتار. المهم يا ابني ما قدرناش نعيش مع بعض، وفي يوم لقيته بعت لي ورقه الطلاق بعد خناقه مالها الا النبي. ومن يومها يا ابني وانا عايشه مع شكل، اصرف عليه واربيه بنفسي. مظبوط، فهمتنا دلوقتي السر يا ست حفيظه. شكل معذور، على كل حال اذا كان بيخلق جو المشاكل والخلافات بين الناس فبيتهيالوا انه بينتقم ليكي وليه. ياما اديني عصير القصب احسن، جوعتي خالص. جاهز يا ابني اهو، اتفضل.
كتر خيرها نبويه، راحت اشترتهن من عند شربات للميدان. الشويه دول بس يما، مش معقول. خد بالك يا سراؤوف من البنت دي، دي بتسمصر من الحاجات اللي بتشتريها كلها. انت متاكد يا شكل من الحكايه دي؟ حرام عليك يا ابني، دي البت انوعة وطيبة، وانا اللي قدمت كوباية من العصير لاخويا الحاج عمران من شوية، ليه كده يا ابني بس؟ انا عارف بقى. تمثيلية من اخراج احمد حجازي، تأليف محمد عبد الرحمن خليل، اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات عبد العزيز غنيم، فايق بهجت، عبد العظيم بدار، احسان شريف، ازهار شريف، سامية رشدي، لطف الحكيم، زينب رحمي، محمد شعلان. ساعد في الإخراج عصمت حمدي، وسجل البرنامج روحية أحمد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب تكونوا استمتعتم بهذا العمل الرائع، وانتظرونا في أعمال أخرى قادمة بإذن الله. كان معكم راديو وتلفزيون الحياة.